السلام عليكم، مساك الله بالخير عزيزي المشاهد. من ألطف الآيات اللي تحصلها في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يقول لك أنه يدبر الأمر. يدبر الأمر. شوف، أنا ما أدري إيش وضعك النفسي للآن. هل أنت مبسوط وسعيد وهذا الشيء اللي أنا أتمناه؟ هل أنت زعلان ومغموم ومنكد ومهموم؟ ما أدري. لكن عموما على أي حال عزيزي المشاهد، شوف، كل واحد من البشر اللي تشوفهم في هذه الحياة عنده قصته مع الهم. لازم عنده قصته مع الهم باختلاف أنواع الهم. فتحصل هذا الإنسان أمره غير مستقر، مرة مبسوط مرة زعلان، مرة مبسوط مرة زعلان، وهذا حال البشر. أقدار الدنيا متعبة مرة. وأكثر شيء متعب فيها تدري إيش؟ إن الوقت بطيء، الوقت يمشي مرة بشويش. تبغى تمارس حياتك الطبيعية تلاقي همك قدام عينك كل شوية، تبغى تنام ما في أطول من الليل عليك. أمر متعب جدا على القلب وأنا أدري، لكن والله أن أكثر شيء يواسيني أن كل أزمة تنتهي يا أخي، والله كل أزمة تنتهي، كل ألم بيمر. في سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا أخي والله أنا هذه الآية تطمن يا أخي، فكر فيها، كل شيء ترى له نهاية، كل شيء بينتهي. إذا كان همك والشيء اللي أنت شايل همه كيف أخرج من هذا الضيق، كيف أخرج من هذه الأزمة، فترى لن تخونك ألطاف الله أبدا. حتى لو خانتك اختياراتك، حتى لو كنت أنت سبب هذا الضيق وسبب هذه الأزمة، إذا اعتصمت بالله ورجوت الله سبحانه وتعالى والله لن تخونك ألطاف الله أبدا نهائيا. لو كنت في ضيق، في ألم، في مرض، في حزن، في فقد، لن تخونك ألطاف الله. لكل شيء نهاية ويعوضك الله بعدها. ترى فرج الله ما يكون شيء عادي زي الأشياء اللي احنا متعودين عليها، لا، فرج الله يكون شيء مبهر، شيء يدهشك فعلا، شيء ينسيك الشيء اللي راح. لما يجيك فرج الله يبهرك، يخليك تنبسط فعلا.